طبعا في عدد كبير جدا، اذا كان برضو مهم ان تعرفوا ان انا كنت مره اثناء حضور الاحد اختبارات على الشرايح وكده، فسالتهم يا ترى تعرفوا عدد الضيوف اللي موجودين عندنا في مصر قد ايه؟ فما لقيت يعني ان العدد مش واضح، وانا مش حول الجنسيات، انا مش حول الجنسيات، لكن عايز اقول ان احنا لدينا، وما تنسوش الرقم ده وده امر مهم قوي، 9 مليون ضيف موجودين على أرض مصر. وبالمناسبة كل دولة هيبقى فيها عدم استقرار، كل دولة هيبقى فيها اضطرابات، الناس بتخاف وبتبقى يعني بتفزع، فرب احنا نكون يعني أمن وأمان أولا لنفسينا لبلادنا وللناس للمصريين، ثم طبعا لأي حد بيلجأ لنا ويجي يعني يبقى موجود معانا شويه لغايه لما الامور تستقر في البلد. بقول كم العدد؟ 9 مليون. طب كم اللي وصل حتى الان من اشقائنا في السودان خلال الثمان اسابيع اللي فاتوا دول او السبع اسابيع اللي فاتوا دول؟ حتى الان 200 الف. عشان كده بقول ان ده الاستقرار واعاده الامن والامان لبلاد جوارنا امر مهم جدا ليهم ولينا احنا كمان. مرة تانية انا سعيد ان انا موجود معاكم النهاردة، واتمنى لكم التوفيق دايما، ودايما خلي بالكم من نفسكم، ودايما استفيدوا من الوقت اللي انتم موجودين فيه، واستفيدوا ايضا من انتم فترة توج الشباب، استفيدوا منها وابنوا كل شيء، يعني بنية بدنية كويسة وصحية كويسة ووعي كويس وفهم كويس، وطبعا التخصصات او المهارات الخاصة بكل مجموعة من مجموعات الكلية سواء كانت العسكرية او زي ما قلت كده الكوادر والهيئات اللي هي